نتابع كل هذه التطورات ميدانيا وإنسانيا أيضا مع مراسلنا عبد الله مقداد، ينضم إلينا الآن من دير البلح في غزة. مرحبا بك عبد الله، ولنبدأ بالتطورات الميدانية. قصف على منزل يعود لعائلة الطباطيبي غرب المخيم الجديد للنصيرات، 36 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء حوامل. عبد الله، في هذه المجازر الجديدة التي واصلوا الاحتلال تنفيذها في القطاع. بالفعل جمال، هي مجزرة من بين سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية. أبرزها كان وأشدها قسوة كانت في مخيم النصيرات وسط القطاع، والتي شنت من خلالها طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل سكني في مخيم النصيرات وسط القطاع قبل أذان الفجر بقليل. استشهد نحو 36 شخصا من عائلة الطباطيبي في داخل هذا المنزل، وهم من النازحين الذين جاءوا من منطقة شمال القطاع إلى مدينة رفح، ومن ثم عادوا إلى مخيم النصيرات واستقر بهم الحال قبل أيام قليلة، إلى أن باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية وقامت بشن هذه الغارة، وهو الأمر الذي أسفر عن استشهاد هذا العدد الكبير من هذه العائلة. طبعا نحن نتحدث عن منزل بأكمله لم ينجو منه أحد، حتى إصابات لم يخرج من هذا المنزل. دمر المنزل بالكامل على من فيه، وكان وتبع هذه الجريمة سلسلة أيضا استهدافات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، كان آخرها في منطقة الزهراء في شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. استشهد شابان وأصيب عدد آخر جراء استهداف مركبة مدنية في تلك المنطقة. عملية الاستهداف لم تتوقف، ازدادت أيضا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، تحديدا بالقرب من مدينة حمد ومنطقة الحدود المصرية الفلسطينية. استشهد عدد من المواطنين جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي مع حلول ساعات الإفطار لهذا اليوم. وأيضا في منطقة القرارة كانت هناك عملية استهداف لمربعات سكنية بالكامل، حيث نصف جنود الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني يحوي على عدد كبير من المنازل مساء هذا اليوم. صورة التصعيد هي الصورة الأكثر بروزا والأكثر وضوحا في داخل قطاع غزة. المشهد الميداني لا زال معقدا ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، في ظل استمرار وتيرة هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، وفي ظل أيضا استمرار عمليات التوغل الإسرائيلي التي لا زالت وتيرتها المرتفعة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا في منطقة حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. ومع استمرار سياسة التجويع وحرب التجويع أيضا التي يشنها الاحتلال على غزة وعلى قطاع غزة، عبد الله، ماذا عن سفينة المساعدات التي وصلت بالفعل إلى القطاع؟ أين تم توزيع هذه المساعدات؟ مثلا في دير البلح، هل وصلت أي مساعدات إلى هذه المنطقة، وخصوصا لا سيما إلى شمال القطاع؟ هل من معلومات عن تأكيد وصول بعض من هذه المساعدات إلى شمال القطاع؟ بالفعل يعني وصلت المساعدات أو سفينة المساعدات المعروفة بأوبن آرمز إلى شواطئ قطاع غزة، تم إفراغ حمولتها الليلة الماضية في ساعة متأخرة منها جمال، وتسلمتها منظمة دولية تعمل على صناعة الطعام في داخل قطاع غزة. استلمت كل الشحنة الكاملة من هذه المساعدات الإنسانية. حتى هذه اللحظة لم يصار إلى توزيع هذه المساعدات، هذه هي الدفعة الأولى أو الشاحنة أو الحمولة الأولى من هذه المساعدات، من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة. يتوقع أن تصل خلال الأيام المقبلة مزيد من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، في ظل استمرار وتيرة العمل في إنشاء الممر البحري ما بين قبرص وقطاع غزة من جهة أخرى. لكن حتى هذه اللحظة لا زال الغموض يكتنف عملية وآلية توزيع هذه المساعدات الإنسانية. المعلومات المتوفرة والمتداولة حاليا في غزة
تقول أن هذه المساعدات التي وصلت خلال الليلة الماضية ستوجه إلى سكان منطقة شمال قطاع غزة. هذا يعني بأن ثمة انفراجة قد تحدث إذا ما تم توجيه كامل هذه الحمولة من المساعدات الإنسانية باتجاه سكان تلك المنطقة، وبالتالي قد يصار إلى فتح مزيد من الممرات الإنسانية وتسيير مزيد من القوافل. لكن العائق الأكبر هو التحكم الإسرائيلي في آلية إدخال هذه المساعدات وعدم وضع آلية مناسبة أو السماح لمنظمات دولية يمكنها أن تعمل بشكل ميداني وحقيقي على إدارة وتسلم هذه المساعدات وإدارة توزيعها بالشكل العادل الذي يضمن وصول هذه المساعدات إلى كافة الفئات المجتمعية في منطقة شمال قطاع غزة. عبد الله مقداد، مراسل العربي من دير البلح، شكرا جزيلا لك عبد الله.